بوان. اليوم في الرون بوان بتاعنا باش نحكيو على موضوع أسئلة الحبر الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم فما حبر على مواقع التواصل الاجتماعي، كل الصفحات في تونس تتكلم، صفحات ومواقع أيضا إلكترونية عربية تناولت الموضوع. شفنا أفيش هبطت موجود فيها فضل شاكر على أساس أنه عنده حفل باش يكون نهار 16 فيفري 2019 بقصر الرياضة بالمنزه. الأفيش كي تشوفها مخدومة خدمة ياسر مزيانة، معناها تري بروفيسيونيل، بالمستشارين لي سبونسور، منين تقص التذاكر، حتى من موقع تذكرتي بوانتين موجود عليها. هذايا الكل يخلي الناس وعنه تقول اللي الحفل صحيح موجود. لكن بالتثبت حابين نعرفوا اذا كان الحفله موجوده ولا ماهيش موجوده، وباتصال بصديقتنا سيده الاعمال اسماء بن سعيد، تونسيه مقيمه بالخارج وهي بدورها عندها شركة إنتاج فني. تحرينا برشا في الموضوع وباش ناخذوا أكثر تفاصيل. معنا المنتج الكبير والصديق المقرب للفنان فضل شاكر، عماد قانسو. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك، تحياتي إليك وللشعب التونسي كله، بوجه له تحية كبيرة باسمي وباسم الفنان فضل شاكر. يعيشك، شكرا لك استاذ عماد قانسو. ساعه حتى نزيد نعرفك اكثر للجمهور التونسي، انت من اهم المنتجين في لبنان وسوريا في العالم العربي، ومتحصل زاده على جائزه افضل متعهد حفلات. كي نقولوا هكايا نحكي مباشره على موضوع الحفله التي كان ممكن انها باش تصير والا لا في تونس. وصلتكم انتم في لبنان زادة لافيش اللي فيها الفنان فضل شاكر على أساس أنه باش يقوم بحفلة نهار 16 فيفري. دونك نحبوا نعرفوا منك أنت مباشرة، هل الحفل باش يتعمل أو لا؟ هل فما اتصالات اتصلوا بكم من تونس على أساس تنظيم حفل للفنان فضل شاكر أو لا؟ صحيح، انا امبارح انا مثلك والله بعثوا لي كثير اصحابي من تونس انه شو الموضوع، شو الحفله التي تقام بتونس مع فضل شاكر. انا استغربت لانه انا ما معي خبر بالموضوع نهائيا، حتى تكلمت مع الفنان فضل شاكر ونفى هذا الخبر، نفى هذا الخبر نهائيا جمله وتفصيلا. وانا اكيد انه هذا الموضوع صار موضوع نصب واحتيال لا اكثر ولا اقل، من انسان صغير نصاب ما في يقول عنه الا نصاب. لما انسان بده ينزل افيش لفضل شاكر يعلن عن حفله، هذا اول شيء هو بيسيء للشعب التونسي اكثر ما بيسيء لفضل شاكر. انا بتمنى من السلطات التونسيه انه تلاحق هذا الموضوع لابعد الحدود وتعاقب هذا النصاب. انا بسميه نصاب لانه ضرب نصب واحتيال. ما بصير واحد يجي يطلع افيش ليضرب فنان او ليلغي حفلات باقي، هذا الشيء معيب جدا. فانا بطلب من كل السلطات التونسيه ملاحقه هذا النصاب وتاخذ فيه الاجراءات اللازمه، أكيد يكون عبره لاي اكيد إنسان. هذا باش يصير المنتج عماد قانسو ديجا المدير القاعة الرياضية بالمنزه، المسؤولين على القاعة باش يقوموا بعمل الإجراءات القانونية اللازمة للمتابعة، أيضا شركة تذكرتي بوانتين اللي هي أهم ستارت اب في تونس لبيع وشراء التذاكر أون لين. زاد كيف كيف البارحة حكيت مع المدير العام ويأكد لي وأنه باش يبحثوا، فما متابعة قضائية أكيد للي عمل الفيش هذايا. لكن أنا اليوم نحب نسألك عماد قانسو، فما ناس قالت أنه ربما المقربين من فضل شاكر هما اللي نزلوا لفيش هذية كعملية جس نبذ ربما للشارع التونسي وللشارع العربي في صورة عودة الفنان فضل شاكر لإحياء الحفلات. فضل شاكر ما بده شهادة من حدا يا ستنا. فضل شاكر شئنا أم أبينا هو فنان الأول بالعالم العربي، من بعد ما راح فضل شاكر راح شيء اسمه فن أصلا بالعالم العربي. للأسف ما بقى عم نسمع فن بالعالم العربي. يعني اعطيني انت غنيه واعطيني فنان انت من بعد فضل شاكر عم تسمعيه، هذه الصراحه. لا انا ما تسالني انا فانز وما تسالني يا عماد. انا اللي عم اقول لك هذا الموضوع عاري عن الصحه نهائيا. وانت بتعرف انه في شويه مشاكل كانت مع فضل وان شاء الله قريبا عم تنحل وراح يعود للساحه الفنيه وراح يجي على تونس باول لقاء ان شاء الله يا رب.
يعني آخر سؤال يمكن، لم يتصل بكم أي طرف من تونس ولا متعهد حفلات لإقامة حفلة في تونس للفنان فاضل شاكر؟ صحيح 100%، لم يتصل أحد نهائيا، ونحن عرفنا هذا الموضوع مثل ما أنت عرفتي، مثل ما أصلا عرفته. أنا تفاجأت أنه بعض الأصحاب من تونس عم يسألوا شو الموضوع الحفلة. صح، هون أنا عرفت، ما كان خبر، وانصدمت وتفاجأت يعني أنه بهذا الموضوع. وغير الحفل اللي في تونس، باش يرجع فضل الشاكر لإقامة الحفلات للنشاط الفني؟ أكيد رح يرجع، وهلا هو بفضل ألبوم جديد، ومن متى نزل غنية حازت على المراتب الأولى بكل الإذاعات، وهلا من هون لأسبوع كمان حتنزل غنية ثانية، فإن شاء الله يا رب كل شيء يكون تمام، ورح يجي حينزل بإذن الله، بس لتنحل شوية هالمشاكل اللي صارت معه. شكرا لك، كان معنا مباشرة من لبنان المنتج اللبناني الكبير عماد قانسو، وصديق المقرب للفنان فضل شاكر. نتصور أنه هكا وضحنا لكم كل شيء. العملية كلها عبارة عن عملية تحايل، ما فماش حفل حاليا للفنان فضل شاكر في تونس، الأفيش اللي ريتوها كلها أفيش مضروبة نجم نقولوا عليها، دونك أصرينا وأنه نعطيكم المعلومة صحيحة من المصدر من أقرب الناس لفضل شاكر، حتى تتأكدوا بأنفسكم وأنه نجموا تقعوا قدام عملية تحايل بكل بساطة كما هكا. لكن كما قلنا وأنه فما برشا ناس اللي موجودين في على فيش هذية، كلهم باش يقدموا قضايا، وكلهم مش باش يخليوا العملية هذية تمر بالسهل، مش ناقصين خوضها في المجال الفني وفي مجال تنظيم الحفلات. وعلى فكرة إن شاء الله الجمعة الجاية باش نفتح الدوسي هذية وباش نحكيوا على تنظيم الحفلات في تونس. أغنية